ليه نسب الطلاق متزايدة ما بين الشباب من سن 25 لسن 35 سنة؟ يمكن السبب الرئيسي والأساسي برضك ده من وجهة نظري الاختيار، سوء الاختيار أو عدم التوفيق في الاختيار. الشباب في السن ده عادة متعرضين للسوشيال ميديا وعندهم توقعات يعني مش واقعية عن المارج واللوف والحياة الزوجية. يمكن ده سن طيش، يعني بتكون البنت في دماغها بقى الحب والدنيا كلها وردي بقى وما بيكونش فيه تفاهم، يمكن الحب بيكون غلاب اكتر، ما بتكونش عامله حسابها للي جاي. واحده كانت مخطوبه لواحد بره او حاجه، ولما بيرجع بتكتشف حاجات كانت بتحصل في حياته بعد الجواز بيوم يومين اسبوع مثلا، بتدوا يتطلقوا. الحماس في الاول والعيلتين يفرحوا وبتاع، بعد كده بقى بنتفاجئ ان ايه ده مش نفس التفكير، ايه دي مش نفس التفكير، ف لا مش حابين نكمل مع بعض. نسب الطلاق بتزيد ممكن علشان اسرار البيت اللي بتخرج بره، عدم التفاهم، بيتسرعوا، تدخل الأهل. إيه الحلول اللي نقدر بيها نقلل نسب الطلاق؟ تقليل الضغط من الأهل، إن على البنات بالذات إنه لازم تتجوزي لازم تتجوزي، فالواحدة خلاص بتختار أقرب طريقة وخلاص بتتجوز. الأهل برضو صراحة يبقى عليهم دور إنه مش كل حاجة رفض، يعني في أهل كتير بيمنعوا مثلا البنت مينفعش تتعرف على الشاب، مفيش ينفعش ينزلوا، لا ممكن تنزلوا معاهم بس الاتنين محتاجين يعرفوا نفس الدماغ، ما كل واحد برضو مفيش أهل عارفين عيالهم 100%. ناخد القرارات في حياتنا بناء على تجاربنا إحنا ومقاييسنا إحنا، إحنا مستعدين، إحنا متقبلين الشخص ده فعلا ولا لا. نبدا نتكلم في مواضيع محتاجه تفكير، نخطط بعد كده هنتصرف ازاي، ده اللي يعرفنا بقى تفكير بعض. فلازم يبقوا متواصلين مع بعض اكتر، يتكلموا يعرفوا بعض. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض فقرتنا. ويمكن من اهم الاسباب اللي اتقالت سوء الاختيار، السوشيال ميديا، عدم التفاهم، تسرع، افشاء اسرار البيوت، تدخل الاهل. فهي كلها اراء، هل انتوا شايفين او مؤيدين للاراء دي او بعضها ولا لا؟ استاذه امل. انا موافقه على كلامهم، يعني كله مش كله طبعا، بس من الناحيه الاساسيه هم بيطلبوا بمساحه يعرفوا فيها بعض. طيب استاذ ياسر، حضرتك مع الكلام اللي اتقال ده ولا في ذهن حضرتك يعني ممكن تكون اجابات اخرى او توقعات اخرى؟ هو في الحقيقه لما تيجي تبص على الاسباب كلها هي تقريبا نفس الاسباب من ايام ستي وجدتي، فلا احنا عندنا مشكله ان احنا ما عندناش قانون عادل. طب لو جينا نقول مثلا من 1 لـ 5 بالترتيب، ايه اكتر حاجه المفروض انه الزوج والزوجه يتبعوها في بدايه الزواج تمنعهم من الانفصال المبكر؟ انا بس عايز اقول بس حاجه، الزوج والزوجه دول جزء من المجتمع، والمجتمع ده طالما بيعاني ازمات بالتاكيد الزوج والزوجه دول هيعانوا ازمات، وبالتاكيد ده هياثر على علاقتهم الشخصيه اللي هي الزواج. فبالتالي أعرف تقديري ان اهم سبب هي الازمه الاقتصاديه علينا كلنا، فبالتالي جزء مهم جدا من الموضوع ان الناس وهي داخله العلاقه الزوجيه تبقى واخده بالها كويس قوي من امكانياتها الشخصيه، هي تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. طيب استاذه امال، مجتمعاتنا محتاجه لايه بالظبط عشان نقدر نكون اسره صحيه مستقره قادره انها تنفصل بذاتها عن كل المشاكل اللي بيقول عليها استاذ ياسر الموجوده في المجتمع؟ حاجه واحده اللي النهارده احنا عارفين كويس قوي انه البنت والولد بيتشاركوا في عمل الاسره، وستات كتير جدا حتى اللي قاعده في البيت اللي بيقال عليها ست بيت ما بتعملش حاجه، لا ست البيت في دراسه طلعت الشغل بتاع ستات البيوت ده بيساوي 25% على الاقل من ميزانيه الدوله، فما بالك بالاسره. فمهم جدا ان يتم التعامل على قدم المساواه، احنا الاثنين هندخل، ودي فكره بقى الخطبه اللي بنعرف بعض فيها زي ما كانوا الشباب. يعني حضراتكم بتؤيدوا فكره التعارف لفتره قبل الجواز؟ طبعا طبعا، والا انت ما هو اصل الناس بتبقى احلى ما فيها كده لما بنتقابل في الاسبوعين الثلاثه الشهر الاولاني وهنجيب الشوكولاته وساعات تورته وساعات، لكن لا هي الناس بتعرف بعضها في المواقف. طب تعملوا ايه في اللي بقالهم في فتره حب وعلاقه عاطفيه طويله جدا وبرضه انفصلوا لما اتجوزوا؟ رايكم ايه في الموضوع ده؟ هيحصل ما هي لانه بتدخلي العقد الجواز من الاصل بيدي للراجل شروط افضل كتيره، فبعد شويه اللي بيحصل ان هي بتبتدي تكتشف انها بتفقد حاجات
متعدده وكمان بعد الطلاق بتفقد حاجات كتير. لكن مهم جدا انه يبقى شراكه بين شخصين. وعلى فكره القانون المغربي عامل كده، عقد الزواج هو عقد شراكه بين الاثنين متساويين في المسؤوليات والواجبات. ما نعملش كده ليه؟ يعني بتهيالي انه ده برضو ممكن يتم اجراءه الفتره اللي جايه بعد كل الارقام اللي احنا بقينا بنشوفها. انا قصدي سعيده من اللي انت بتقوليه، لانه ده بيخلي مناقشه قوانين الاحوال الشخصيه اللي جايه جايه، لان كان في فتره وهي كل شويه اللي جايه جايه بنتناقش على قد ما اولادنا يبقوا داخلين على قدم المساواه في الجواز، وعلى قد ما تبقى في شروط في عقد الزواج بتقول حتى بما فيها لو الانفصال. برضه الرجاله هتزعل يا استاذه. لا لا ليه هو يشترط انها لو ضايقته؟ احنا شايفين ان المراه كده بقت زيها زي بتقود العلاقه اكتر مع كل الحقوق اللي هي بدات تحصل عليها الفتره الاخيره.